يا مرحبا فيكم مشاهدينا مشاهدين برنامج السفرة. اليوم طبقنا فوتوشيني مثل ما عودناكم في كل حلقة، طبق جديد وضيفة جديدة. وضيفتنا شابة صغيرة طموحة فتحت لها مشروع، واحنا من خلال شاشاتنا راح ندعم هاي المشروع. انتظروا لنستقبل ضيفتنا. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفتنا الشيف امينه شوقي المسعدي. شلونك امينه؟ الحمد لله بخير. مساء عليك بالخير. شمورك؟ الحمد لله تمام. مستحي ضيفتنا ولكن ما عليك. شلون عندك الطبق اليوم؟ فوتوشيني هو طبق ايطالي خفيف في نفس الوقت لذيذ. ولذيذ ها؟ شو تحبين في الاكلات الايطاليه؟ مثل شنو الاكلات الايطاليه؟ هو عاده الاكلات الايطاليه بيكون مع ماكرونه، ف التغيير يكون بسيط، يكون سواء في الصوص ولا البروتين نفسه. طبعا قبل ما ندش في حديث مشوق مع ضيفاتنا راح نقول مكونات. اوكي. مكونات الطابخة. ممكن تعرفين على مكونات الطابخة؟ تفضلي. عندنا هني ثوم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود. نعم. كريمة طبخ وجبن موزاريلا والبصل شرايح. واستخدمتي بعد جبن؟ نحن نقول جبن العادي جبن جلاصات. لازم نضيف اللبسة البحرينية. لازم ها؟ لازم. في البداية راح نحط البصل على النار، وبعدين استخدمتي قلنا الربيان بعد وياه. الربيان ومعكرونة الفوتوشيني. الفوتوشيني وهي معكرونة خاصة بس بالأكلات الفوتوشيني أو الأكلات الحلوة ذي. إي طبعا. في البداية راح نفوح معكرونة الفوتوشيني. إن شاء الله. نحن نقول نستغل شوي. ونبتدي نسخن الماء. ايه. على اساس يفوح لين ما يفوح. عقب ما يفوح نضيف له المعكرونه. ممكن تحطين شيء ثاني وياه ولا بس ماء ومعكرونه؟ لا بس الماء والمعكرونه. تبتدي الخطوات البدايه مع الفوتوشيني. نعم. تبي تطبخين ولا مطبخ؟ ترى انت اللي تطبخين. ما فيها شيء، مساعده من الطرفين ان شاء الله. تمري مثل ما قلنا دائما من خلال شاشاتنا راح ندعم المشاريع وندعم الشباب الطموح اللي قاعد يبذل مجهود على اساس انه يطور من نفسه ويطور من مشاريعه الخاصه، سواء كان في الطبخ او في اي مشروع ثاني. ولكن اليوم مشروعنا مشروع الطبخ، راح تسوي لنا فوتوشيني. الفوتوشيني ترى اكله لذيذه وخفيفه وايد حلوه. طبعا في الاول اللي طاح فيه شنو الاكل اللي قبل الفوتوشيني؟ الباستا. الباستا. الباستا بعد الناس تاكل منها هواي الباستا وتطلب الباستا. مع انها اصعب من الفوتوشيني. في البدايه راح تشيلها؟ راح نحط اول شيء البصل. اوكي. البدايه البصل. وبعدين؟ مع شوي زيت. نقلبه، لا اول شيء نقلبه لما يتغير شوي لونه بعدين نضيف. تحتاجين تغيرين اللون. اي. فمن كذي راح نصب ماي شوي شوي عليه نغير لونه ولا تخلينه بهاي الطريقه؟ لا لا، بهاي الطريقه عشان يطلع الطعم. الطعم. وين تعلمت الطعم؟ من بيتنا. من بيتكم؟ طبعا طالعين والدتك تطبخ لك. شو تطبخ؟ احنا عندنا كل العائله طباخه، الوالده والوالد واليده. فانت عشان شو تطبخ؟ من خلال ما طلعتي من عائلتنا. من عائلتكم. اوكي، الحين عقب ما تغير لونه بنضيف السمنه. قصر على النار شوي ولا خلينا؟ اي لا قصر على النار. بسرعة على النار شوي. مشاهدينا خلونكم او خلكم متابعين ويانا طريقة العمل الفوتوشيني بطريقة امينة. الشيف امينة راح تطبخ لنا الفوتوشيني. في البداية خلت البصل، بعدين اضافت عليه سمنة وبدأت تتحمر فيه لقصد انه يذبل شوي. يذبل شوي صح. انزين. بعدين راح نضيف له الثوم. الثوم. شوي شوي. ساعدك؟ زين. انا احب بعد ما تحس ان ريحه الثوم طلعت. نعم. تضيف له الربيان. خلاص نضيف الربيان ان شاء الله. عندنا طبعا استخدمنا حوالي نص كيلو ربيان فريش. وهي الربيان. نرش شوية ثمن، نحط شوية ثمن.
هيك، وبعدين الحين شوي شوي يتغير الربيان. بتلاحظ انه يتغير لونه للون برتقالي. البرتقالي اذا تغير لونه بنحط البهارات اللي هما تكون بودره عندنا هني. ممكن نسوي لها فوتوشيني على دي اي كذي؟ اي ممكن. هي عندي. اصلا الاصليه على دي اي. وليش انت استخدمت الربيان يعني؟ لان انا احب لان اطبخ معكرونه مع ربيان صراحه. اخر طبخه اكلتها من يد جدتي كانت بالربيان، فتعلق قلبي بالربيان. ما شاء الله عليك، جدتك كانت الله يرحمها تطبخ لك؟ اي كانت، كنت وايد احب اكلها. قولي لي المقادير. هذا الحين شنو البودره؟ ضفنا الثوم والبصل البودره. البصل والثوم البودره وبعدين؟ بعدها راح نضيف القليل من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود مطحون. خلي بيدك احسن. شوي. رشه خفيفه كذي. بس؟ ما يكفى. لان كثرته ممكن تغير اللون. تغير اللون والطعم بعد. والطعم اللي في الصوره النهائيه. صح. يبتدي. واحنا نبي نكون شيء خفيف ولطيف على المعدة. ننسلم. شنو تبين؟ خلاص. شنو تبين؟ الحين عقب ما يستوي بنحط الكريمة. الكريمة. تغير تقريبا اللون. اللون تغير اللونه نضج. كفشة. يبي. راح نحط الكريمة، الكريمة الحامضة. الكريمة الحامضة. وممكن نستخدم الكريمة الخب. الكريمة الطبخ العادية. العادية. نضيف تقريبا علبة واحدة ضفناها الكريمة. بعد ما نضيف الكريمة. الكريمة نضيف الجبن الكلاس. نحرك معاه بحث تحريك كذي. تحريك بين. خفيف. طبخين في البيت انت ولا ما تطبخين؟ اكيد انا في البيت. الحين اليوم رمضان عندي شيء المطبخ ولا شنو؟ في رمضان احنا عندنا امي هي الشيف الرئيسي في المطبخ. نعم. ونحن الخوات لازم نساعدها. صدق. وعاد قبل الفطور يدشبونا يعطينا لمسات. لمسات الطباخ ها؟ اي لمسات الاخيرة لازم. ينتقد يعني وايد ينتقدكم في الطباخ؟ اي. وايد ها؟ وايد. شو نضيف بعد؟ والله بس خلاص. لا نخليها شوية. هي الحين جهزت بس ننتظر المكرونة لما تجهز ونضيفها عليه. مشاهدينا تقريبا تقول ان طريقة المكونات اللي هي سويتها حق الفوتوشيني بدأت جاهزة. بس انتظر الماي لما يسخن ونزل في المعكرونية ونرجع لكم. لا تروحون بعيد، راح راجعين لكم ان شاء الله. مشاهدينا رجعنا لكم مع الشيف امينه وراح نسالها بعض الاسئله. بالنسبه لك حق انت درستي طبخ ولا شنو؟ لا ما درست. ولا درستين حاليا طبخ؟ حاليا انا ادرس في الجامعه الملكيه للبنات هندسه معماريه. بس الطبخ عندي كهوايه. كهوايه. بس انت في البيت هوايتك ذي والله قلتي لي البيت كله شنو؟ لا البيت كله من اليد ليه اصغر فرد في العائله. زين حكي لنا بس عن المشروع اللي انت فتحتيه لي. خلال أزمة كورونا كان البيت هادي، طبعا ما في مدارس ما في جامعات، فكنا دائما قاعدين مع بعض. فقلنا ما دام ان احنا كلنا قاعدين ويا بعض خلينا نستفيد بشيء وكلنا مع بعض. ففكرنا في البداية استشرنا امي وابوي وقالوا لنا سووا شيء انتم كلكم حابينه. صح. فلقينا ان الهواية الوحيدة اللي في البيت اللي كنا متيمعين عليها كانت الطبخ. فشو سويتوا بعد؟ فسوينا فود ستاف. فود ستاف مشروعكم؟ ايه. مشروعنا اسمه فود ستاف. كان يخص المشغولين اللي ما يقدرون يسوون لهم وجبات، وفي نفس الوقت خلينا وجباتنا متنوعه، يعني عندنا وجبات دايت، عندنا كلاسيكي، عندنا حتى فطور، غدا، عشاء. فخلينا بعد سعره مناسب حق الكل، عشان في النهايه احنا نبي نشمل الكل ما يكون حق فئه معينه. صحيح. كان شلون مشروعكم ناجح؟ كان مشروعنا ما شاء الله ناجح، حتى جتنا الحين فترة وقفنا والكل يسألنا والكل يقول لا ارجعوا لا احنا مو قادرين. ليش وقفتوا المشروع بالاساس يعني؟ وقفنا لان صدنا الظروف ان احنا ما عندنا درايفر واحنا مخلين سعر بسيط حق التوصيل. حق التوصيل.
فكل الدرايفر اللي يونا اخذ اسعار وايد عاليه، فقلنا نوقف فتره نرتب ميزانيتنا، نرتب الاستولم الكامل وبعدين نبتدي مره ثانيه. ان شاء الله جاي شيء اقوى. طبعا نبتدي عندنا الماي فوح، راح ننزل عليه المعكرونه الفتوشيني. ننزل المعكرونه مينا، يا سلام عليك. راح ننزل معكرونه الفتوشيني. وهل تعرف يعني شنو الفتوشيني؟ لا شنو الفتوشيني؟ الاشرطه الطويله. اه المعنى. اي معنى الكلمه. تعلم منك احنا، تعلم. طبعا حركها شوي. حركها شوي. وهي ما راح تاخذ وقت وايد، تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق؟ تصير لينه كلش ولا دائما انه ما يقول لا نص استواء؟ دائما الايطاليين يقولون ان في المعكرونه انه يكون نص الاستواء. اي نص الاستواء. بمعناته لو طقيتيه كذي تصير شوي يابسه. شوي يابسه عشان اوريدي لين بتحطها على الصوص، فبتحتاج انها تخليها في الصوص لين ما تاخذ الطعم فتستوي كامل. ممكن قبل ما تشيلينه بتردين تحطينها على الجدار. اي ارد احطها مره ثانيه على الصوص. فنخليها تفوح شوي. نخليها تفوح شوي لمده 10 دقائق. ان شاء الله بس نطلع على الصوص مالنا. صوص. ان شاء الله. حلو الصوص. شوف حاجة حلوة. كلمينا عن سفراتكم في رمضان، مش قاعدين دائما السفرة يعني إذا شباب تحس إنه يطلبون شغلات ثانية، مثلا الفوتوشيني قلتي لي والباستا وشغلات، أنتِ سفراتكم اليوم في البيت شنو تتكون منه؟ إحنا سفرتنا لازم أهم شيء فيها الثريد. الثريد أهم شيء. الثريد أهم شيء في السفرة، وبعدين طبعا الهريس. هريس. ولازم يكون عندنا الطبق الرئيسي يكون فيه عيش. عيش. وبعدين عندنا المقبلات هاي عاد صوبنا الاشياء الحصريه الجديده. انت ما قلت شيء اللي انا احبه. شوربه. اي شوربه لازم. شوربه نسوي لها. تسوين شوربه انت ولا ما تسوين شوربه؟ في ناس يسوي شوربه، قولي لي انواع الشوربه اللي ممكن تقدرين تسويها الشوربه. عندنا بقول لك اكثر الانواع اللي نسويها في البيت. في البيت. شوربه الخضار. اي نعم. وشوربه المشروم ويا ذره ابوي وايد يحبها. زين. وعندنا شوربة لسان العصفور. لسان العصفور حلوة. عندنا الشوربة اللي تكون بالشعرية ومع الملفوف وشوية خضروات، مو نفس مالت الخضار. بس أكثر أكثر واحدة اللي تفوز شوربة العدس. شوربة العدس ها؟ أهم شيء إنكم ما تستخدمون الشوربات اللي هي معلبة وهاي كلها ما تستخدمونها. لا لا أنا ما أفضل أبداً أستخدم الأشياء اللي معلبة ولا حتى الماجي، أفضل يعني من البهارات منها ومن نفسها تعطيك الطعم. طيب. طعم أصلي. أكيد أنت تقدرين تتحكمين في الطعم في المذاق نفسه. من المذاق نفسه. من خلال لعبتك أنت مع البهارات. البهارات. لما شايف ماكروني مالتك أنا ما أعرف لها إيش كثر هاي. ما طبعت فوتشيني صراحة. لا تحتاج شوي تستوي. تستوي ها؟ وبعدين نطلعها على طول ونصفيها من الماء. نصفيها من الماء ونحطها على صوص، نقلبها قلبتين وبعدين نحطها في الصحن النهائي ونرش شوية موزاريلا ولا بارميزان. اوكي اوكي. مشاهدينا فطو ما يفوح شنو؟ فوتشيني قلتي لي؟ فوتشيني. فوتشيني يعني متعلم عليك متشابيس، فقاعته، هريس، مضروبة. هاي سوالف ما فوتشين وهاي شغلات شباب وصغار. فننتظر شوي لين بس يفوح ونرجع لكم مره ثانيه. راح نبتدي نطلع سكر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت خلص شوي من الماء. من الماء. والباقي راح نصفيه. والباقي راح ننزله بهاي الطريقة. اتس اوكي. اوكي. تبين المعكرونة ولا تبين الماي؟ لا بس المعكرونة. بس المعكرونة؟ ايه. بس نطلع المعكرونة، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تخلصنا منها او تخلصنا من الماي وراح تنزلينها. ننزلها فوق الصوص. فوق الصوص. ننزل الكمية كلها كاملة؟ كامل الكمية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضي نزلنا لك الكمية. ناخذها من الحواف عشان لا تتكسر. وهل ممكن هاي انا اللي اعرف ان الفوتوشيني دائما انها تتقدم في نفس الوقت النكل.
يعني ما ياخذها وقت وايد. لا في نفس الوقت، لان اذا تاخرت بتكون طعمها مو حلو، تكون البارده تروح الطعم. تفضلي. طبعا مثل ما قلنا المعلومه ان الفوتوشيني تتقدم وهي ساخنه، ما تتقدم وهي بارده. طبعا قلنا احنا مكونات، في مكونات ثانيه نقدر نخليها المشروم، قلنا نقدر نضيف مشروم زين بس يكون فريش ما يكون معلب بلا. وتقدر تضيف اي نوع جبنه تحتاجها او تبيها. طبعا تخلينها فتره كذي ولا تشيلينها في نفس الوقت؟ لا في نفس الوقت اشيلها، في نفس الوقت احطها في صحن التقديم. صحن التقديم؟ اي. مشاهدينا مشاهدين برنامج السفره، رجعنا لكم مع دردشتنا مع الشيف امينه المسعدي. امينه، الاجواء اللي عندكم في البيت شلون تسوونها؟ يعني دائما ما دام انك انت مصممه ديكور ومهندسه، فهل يعني نقول تسوون ديكورات في البيت شيء كذي عن الاجواء الرمضانيه؟ اي دائما احنا نبتدي في صالة نسوي لها أجواء رمضانية، لأن هي المقر الرئيسي في رمضان. تجمع. أي تجمع العائلة بتكون فيها. ودائما لازم يكون عندنا فانوس. فانوس رمضان. فانوس رمضان. البنر ماله. زين. هاي الأجواء تكون عادة، ودائما مع يوم لليوم الثاني تشوف كل واحد لابس لك لبس شعبي مختلف عن الثاني داخل البيت. داخل البيت. في يعني سوي لكم مثل ما تقول جو رمضاني. جو رمضاني. جو رمضاني في البيت، بحيث إن خصوصا مع هالايام مع كورونا فما عندنا تجمعات، بس افراد العائله، فنخلق لنا جو داخل البيت. ممتاز ممتاز، هو تغيير روتين داخل تغيير البيت. روتيني. ان شاء الله دائما نقول حق مشاهدينا ان دائما حاولوا تغيرون روتين داخل البيت، ومثل ما قالت وتفضلت الشيف امينه ان احنا سوينا ركن خاص بتعبير عن رمضان واجواء، وتخبر فانوس وحلويات وشغلات ذي، ويصير الجو جدا جدا ممتاز. مشاهدينا راح نلاقيكم واحنا ننشف، خلكم معانا ولا تروحون بعيد، راح ننشف شنو؟ فوتوشيني. الفوتوشيني. مشاهدينا مشاهدين برنامج السفره، وصلنا معاكم الى نهايه حلقاتنا. كانت معنا الشيف امينه المسعدي، حبينا نشكرك ونقول لك يعطيك العافيه. الله يعافيك. وعلى الطبخ هذه الفوتوشيني، وانصحكم دائما اذا بتسوون فوتوشيني تاكلونه وهو حار. طبعا احنا يبي لنا وقت لين ياذن وناكله، ولكن انصح دائما انهم يسوونه في نفس الوقت ويقدمونه في نفس الوقت. اشكر بنايتي امينه واقول لكم مع السلامه.